عليكم ورحمة الله وبركاته معكم شيوة بنت أمجاد من جديد اليوم إن شاء الله غادي نبغي نشكر جميع المتتبعين ديالي والمتتبعات واليوتيوبرزات اللي حضروا معايا العقيقة ديالي وجاو شرفوني واحتفلوا معايا في العقيقة ديال بنتي كنشكرهم جزيل الشكر كنشكر كذلك صحاباتي وجاراتي كان نهار زوين صراحة كما قلت لكم كنت العقيقة درتها على جوج مرات مرة درتها مع صحاباتي وجاراتي والمرة الثانية درتها مع العائلة ديالي فهنا أنني كنستسمح وكنطلب من البنات يسمحوا لي وهنا بغيت نقول لكم هنا ومتنم بغيت نهضر معكم وفي نفس الوقت بغيت نتقاسم معكم الـ يعني العصير المنعش اللي, اللي كيعجبني في الصيف الميلتشيك ديال الموز اللي كيجي رائع كما كتشوفوا عندي ثلاثه البنانات وعندي لي وعندي لي ديال الفاني هنا سقدو ديرو ديال الدار المنزلي او تقدو تشريوه هنا كلاص هذا وعندي معلقه ديال العسل تقدروا ديروه او لا العسل او السكر وعندي كاس بارد ديال الحليب مخليه انا في في الثلاجه كيجي رائع غادي نجيب لا ماشين ديالي باش و ونطلقه وهنا كي كتشوفوا معايا ها هو العصير ديالي ديجا درتو في الخلاط ولا جوري وق... ناضت ليا هرجيلاته حتى هي يا ناضت ليا من نعس هي شدها وكدوز معنا الفيديو قولي سلام لحباباتي تاتاتي زي انا زيد سلام صافي بكاز كاع صافي نكملوا لا فيديو ديالنا كما كتشوفوا البنات درت جميع العناصر هنايا في الخلاط ديالي غادي نطحنهم ونتلاقاو في الشكل النهائي ديال العصير ديالنا او الميل ديالنا ديال الموز هنا كي كتشوفوا معايا حبيباتي كناخد الفيغ اللي غادي نقدم فيه وكما كتشوفوا كناخذ كن هكا الكراميل ديالي او اللباش اللي عندكم او شوكولا كنبدا نزوق بحال هكا في اسع شوائيا هكا باش كيعطيني داك الديكوراسيون زوين للكاس ديالي هذه سايبات بغيت نبارطاجيها معاكم وكي كتشوفوا معايا حبيباتي وهذا كما كتشوفوا اللي على هذا الشكل كيجي الديكوراسيون اللي قلت لكم كتجي ديال لو فير كي كتجي وكتجي حتى هي رائعه على المنظر حتى هي مع المذاق كتلقاه هنا درت انا صوص ديال الكراميل نتمنى تعجبكم الوصفه وتنال ارضاكم وتبارطاجيوها مع صحابكم وحبابكم وما تنساوش تعملوا لايك وتضغطوا على الجرس باش دائما توصلوا بالجديد آه كما كنقول دائما في جميع لا كيهمني اكثر هو التشجيع ديالكم باش تعطيني كما كنقول الحماس والقوه باش كنقدر نزيد ونعطي اكثر وشكرا لجميع المتتبعين والمتتبعات على الاهتمام ديالكم وشكرا على المتتبعات والمتتبعين الاوفياء اللي ما عليا في متى نحط شي فيديو كيكونوا هما الاوائل دائما شكرا لكم جزيل الشكر وكي كنقول استسمح من البنات اللي ما عندي العقيقة نعود لكم ان شاء الله دمتم في رعايه الله والى فيديو قادم بحول الله آه واستسمح من البنات الطلب اللي طلبتو مني انني ننزل الروتين ديالي من جيت من من السبيطار اشنو العنايه اللي درت الجسم ديالي وشنو الاشياء اللي درت فغادي ننزلها في قريب العاجل ان شاء الله